هولیر کنترین شهر لسروی زوی که بدرجایی میجوش یعنی تیدا بردوان بو بی. گواهی بو امش او رو داوانه کلناو و دورو بری رویان داوا. گلک کسایتی بناو بانگو بنامالا رویان تی کردوا. یچیگ لو خانوادانی لسده شانزهم لسردمی حکمی شاه اسماعیل صفوی لإيران و کوتیان کردوا بو هولیر بنامالای کتگ ملا بوا. ناوبراو لبر جیری و در کوتنی لبواری روان بیجی و زانستی آینی و گوتار خوین نوا لتمنی چی زور بچوگ ام نازناوی پیدراوا. او عائله لأصلاوا هجرتی کرد لإيران لقرن شازدمین زمان شاه اسماعیل صفوی و سبب هجرتکا خلافات ما بين عميل عائلة وما بين شاه إيران. هاتنا كردستان واستقرار ينكر لهوليري لقلات. أو عائلة معروف بو بتفرغي لبو علمه لبو دينه لبو وراء. أما لعيني وقت نفوذتي بالإضافة إلى نفوذ ديني، نفوذ سياسي واجتماعي هبو. أحمد عثمان لخانواده چي زانست پرور و آين پرور لصالي 1879 لقلاي هولير لدايق بوا. أم بنمالية تندين ناوي پرشنگداري ليدر كوتوا لبواري زانياري زانست آين يكانو سياستو كارجيري گشتيدا كأحمد عثمان يچيق لم ناوانه بوو لسردمی عثمانی کان ده هولیر و ناو تکه ده ناوی در کردوا. هر لسردمی عثمانی کان ده تندین پوستی کارجیری ورگرتوا. لوانه دادور قاضی بو لشاری موسلو هر وها لشاری هولیریش ده. دواتر پوستی سروچی شاروانی هولیری ورگرتوا. دوای سربخویو پیکینانی دولتی عراق یکم متصرفی هولیر بوا لسالی 1921 ده. احمد افندی ولادتي صالي 1879 وصالي 1936 وفاتي كرد. عائلي أحمد عثمان أحمد أفندي معروفة بناوي عائلي ملاكتكا كتب الله لو ملاكتكا شكا بابيري غورمان نكو حجبي كسكبو أما عمري كسكبو تفوقي كرت ف بيانغو ملاكسكا ليردا بيويستا آماجا بوبكين كعراق لسرتاي بيستكاني سدي بيستم دا لقل عراقي أمرو دا زيوازيه چي ريشي هبو بونمونا لو كادا مركزيات بو تونديو بهزيو بالادستيه نبو أمش بهوي تسندين هوكاري بابتيه وا وک نبونی هویکانی گواسنو و پیوندی کردنو تکنولوژیای پیشکوتو که لقوناغی استادا بدی دکره. لو سردمده خزمتگزاری پوستو هویکانی پیوندی کردن خیره نبون. بای رین مایکانی ناوند و تمرکز لبغدا بزوی ندگیشتن. بپی امواقع متصرف سربخویه چی تواوی هبو لبر پرسیاریتی و بریاردانده. وکو یکم متصرف دامزراندنی مؤسساتی متصرفیت که اسما پیدلین پاریزگا طبعا اكيد كانت شي اسان نبوه بس قال خدمه كرتني خلقك بيوندي شي باش يا ولا خدمه خجارام بو يعني خدمه شاركه كردوا بلان درس كردني او دامو دزغانش كانت شي غرينغو غورب ولا اولويتي كاركان بتشكو نبو او دامو دزغان اللي صار استي متصرف يدنا ولا هاولير صار دستي وي بلين نواتي يكم دام مزراوكاني دولة داريان حكمراني وكم متصرف يد هاولير برحمد بي احمد عثمان لدوائي لكاني داينايا لا کاتی عثمانی کان که هولیر جزیی آن بود ماهی زور هولیر هر قصاب بود و عایدی ولایتی موصل بود برام لصاری 1918 جنگی جهانی کم که عثمانی کان شکان و انگلیس داخلی هولیر بود او کاتا احمد افندی هولی دا که هولیر بکره با لیوه او وقتا لیوه که سپیالان محافظه
كل أول وقت كلاب محافظة وحمل فنيش كلاب يكم صرفي هولير كيسبيرين محافظ زماني عهدي عثماني مناصب إداري مهمة ورقت يكلوانا حاكمي هول حاكم بو قاضي بو هولير دواي بو رئيس بلدية هولير زماني عهدي عثماني باش استقلال بو أول متصرف هي هولير صالي 1921 طبعا أول متصرف باش أو تغيير جذرية أو انتقال قورية زور شتكي مهم بو تو بس إداري متصرفية اللي واي خوتنا كرت أتو بس تبكرت تقريبا لصفر وا لصفر وا لبدايته دست تبكرت بناي دولة إدارة مؤسسات فلبرهندي دوري بي دورة شي زور متميز ومهم بو كارجيران وتويجر عراقي وإنجليزا كان زور بدورو دريجي سبارت برولي أحمد عثمانيان لم روا نوسيوا بونمونا الدكتور علي وردي لبشي كوتاي كتابكي تنديمن يقلميجوي كوملايتي عراق ملامح من تاريخ العراق الاجتماعي دانوسيد هولير لبيستكان دا للايان هوزو تيركان دا بمبستي دز بسرا قرتني قمارو درا لو كاتيج دا امشارهي تيزيشي سربازي تيدانبو بو پاراستني أحمد عثمان متصرفي هولير سو دروي شار بو اوي پیش بگيشتنيان لدورو بري شار تساوي پیام كوي مفاوضاتا چي زحمد ببايا أحمد افندي دس يعني من زملتهم سمكوش كاك كهات هوليري هنجين اعتراف يان بي ندكر نان دويست حكومتي يعني احتلالي بريطاني بلي مثلا اتصالي لقى السمكوي هي فهات لخارجي هوليري والله نازم لتسق قندتشي لين دلي دا احمد افندي تسو هيتي تقصى هولي قريكر نازم من طبيعي ما تفاصيلي بس يعني قصدم يعني كابرايك بوكا لحمولا هالشي علاقاتي بقوته أحمد أفندي بيعيق بو شخصية زر قوته من تبي أويك بيها مشان بو أوان وبي أويك جمن ولا دور برو لا خزبان ولا الخلق يا ولير شخصية شيء بقوته أبو وزر اجتماعي بو لبلا واحد علاقة لقال خلص يا ولير ولقال عشايرو أو أنا علاقية جزار وعشيهو بحكمي أوي كخوي كسايتيك وقوتي أو بحكمي أوي كأموزة مرافن ديبو أو عائلة هربا بالطبيعة احترام الشيكوريان هبو لأن هبو خلش يولير وكردستان قال بهزي أو إمكانياته أحمد أفندي تواني بجورك خزمتي أو دير بكاتن وكو عزم كردن تواني أو تلالي محافظة أو وقتي درز بكان كي يشك تلالة جوانكاني أو دير كيساش مواتوا يشيانتوا وكو متحفيك تواني درقاش شربو قلاب كاتوا قال دو درجاي ابويا كان درجاي رئيسي ودرجاي شلا رشرادو واو تانيكا درجاي شركه تورلي درجاي شركه لروجاوا ك بيانكو احمديه لان هو احمديه باشتان صالح وق متصرف سليماني كاري كردوا لا كوتاي بيستكاني صدي رابردو باندامي انجمني اعيان لبغداد دامزراوا بودو خلم انجمنا ما وتوا باشان وك اندامي انجمني نوينران هلب جيردراو
بودزاری دوامیش حل بجردراو توا لسالی 1927 احمد بک توفیق بک یوزرای و بو هولیر بو جگای احمد فنی هولیری که لسلمانی و مشهور بو یا خود احمد عثمان هات جگای بو سلمانی و تا احمد عثمان بو با مصرفی سلمانی لسالی 1927 و ما هو حتى سالي 1930 استمرار العلاقة باشكا نما كمتصرف علاقة لك الشيخ محمود يا هرما دعاية الشيخ محمود وقت نفكرة هاتا بعدا بشكل مستمر ده تكني لمالي وبابا مدتوكني لمالي خوي لعظمية بحكمي أو علاقة كمالاتي بهزشي كالنا مجتمعي كردستاني وكو عائلي خويان وكو ماري ملافندي كهيان بوا ونزيشي بشيخي نمريج بوا بوش لا وكو هالبجاردنيك وكو برياريشي سياسي لبغداد را دواتر ليرا أو بوا متصرفي يكم تصرفي سليمانيش كخنوش سياسي لو بكين وكو حلتي وسط وكو جزئك لحل لأن يعني تهدي أي كردني وضعي وان بخنوي حكمتي ملكيتي أو زمانا بحكمي أو أم بيجيش اجتماعي بهز پیوندی چیز زور باسی شیلگ شیخی نمر هبو بوی وکو متصرف اگل سلیمانی داندر وکو یکم متصرف سلیمانیش بوی پیوندی کان تاکتر بکاتوا بور از لینان لو رولا کارجیری و سیاسی جیراویتی حکومت عراق میدالیای رافیدین پلیه چی پی بخشیوا تحدیات چی زور مواجهه احمد افندی کرد چوکا او تغییر جزریه سهلنیه دوائشتا چی دیه هیا او فترته فرق زور لگر هوكا اتو اگر متصرفي هولير بي صالي 1921 معناه اوايا كاتو زور دوري لمركز چونك وقتي لو فترته اتصالات نبو تكنولوجيا او دا متطور نبو فاتو ناتاني حمروش اتصال لگر مركز بكي يعني او وقتي مركزيات مترسخ نبو بقوة نبو أو وقتي متصرف زور صلاحيات ومسؤوليات وقرارات خوي ورد قرت بيندوس ونيدا تاني بقريته مركز لسالي نوثو سي أحمد عثمان بوبا أندامي مجلسي أعيان لبغا او بينا حتى نوصو سيوحود مايوا دواي او بدوس هالواتا 1939 بوبا برلمانتار واتا نوينيري هولير لا برلماني عراقيا حتى سالي 1946 لو سالا لبغا وفاتي كرد جيغري سرق وزيراني عراقي زعفر باشا عسكري ومندوبي سامي بريطاني لكركوكا وبرو هولير بريكوتنو روجي شما نوي هشتي 1930 جيشت نهوليرو لقل بياو معقولاني شاركو سروكوزاكان لسعاد دي بياني لسراي حكومت دا بارغاي متصرفيات كوبونوا زیگری سرگوزیران او بیان نامه خویندوه که لکرکوک خویند بیوه. پاشان مندوبی سامی بیان نامه چی خویندوه و پشجیری لبیان نامکانی زیگری سرگوزیران کرد. دواتر زنابی سروچی پیاو ماقولان احمد بگ عثمان هستاو وطی. ایم ای کود داوی مافکانی خوماندکین. ام مافانش للیان کومالی نتوکانه و پسند کراون. گورم پاشا لپیناو داکوچی کردنت لاگلی عرب دو پنزت لدست داوا. ایمش حقی خومانه جان من لپینا و مافا نشتیمان یکان من ببخشین کسیش ناتوانه گلهی من لیب کاد بای پیویست زمانی کردی شانبشانی زمانی عربی لناوچه کردیکان ببیت زمانی فرمی امش دیاره کابریاری کومالی نتوکانه سالی 1930 پیش که معاهده که توقیع بکره بعثک لبغدای وحات الوی کردی زیارت بکره كركوك اولزار دواي هولير او بعثي الرئيسي جعفر باشا العسكري بو نائب رئيس وزراء
ولقري مندوبي سابي بريطاني بو هاتنا هوليري روجا كان دو روجمان اجتماعك بو سعيان كرد لسراي حمو جهائي شاريا ورؤساء عشائر ومسؤولين يعني دعوة كرد وغرز وهدفي هو اجتماعه كبزان الرأي عالم تسيا فيما يتعلق بو معاهدية أبي توقيع دكري ما بين العراق وبريطانيا عيني صال هزان وصف سي استفتاءك بلي فهركا سكر إخوي بيشان ده بابم رأي أوبه بجعفر باشا العسكري قوتي أمد بانوي زماني كردي ببيت زمانكي رسمي لقر زماني عربي لمناطق كردي لعراق أحمد أفندي ببي ظروفي أوسع خصمت لي أوديري زور كرد و أو بناي تراري محافظة كب أو يسانا كبر أمريت وتر ترك راوا أو وقت الزواني جلس كان زمان أو درس كلا ويسوا كو متحفيكا وكو متحفيك ما هو توا همو دزغا كان ميلي لويون حتى جوري محامي كمن خو يشك من محامي كان جوري محامي جلويه جوري مصرف طابو شرط بوليس أمن دارائي خزينة همو دوائري دزغاكاني حكومة وإستاش سلم سرد منك چون أو همو دزغاري جيغاي بوا بياوة چيزور عالم ديناسي لبغداية على طول دهاتنا كني وزيرو حتى رئيس وزرائي كاني بغداية عند چان دهاتنا كن أحمد أفندي أحمد أفندي الأخيري تاوكاني ضعيف ببو سول فلسطين هنجي نبو ليرة لا عمليات شكد بس ناجح نبو فني دديت لآخر أيامي فأي أم زانم أحمد أفندي بياوش زماني زور خوش مزامل لقر عالمي وأنا وكو قوتيشم زور زتشي وزورش بحكم لو ما هيك متصرف سليماني بوا أحمد عثمان دوستايتي چي گرموگوري لقل پيشواي كرد شيخ محمودي حفيد هبوا تاكو كوتي دوائيشي ام دوستايتي بردوان بوا استو حفت سو سليماني بوا متصرف لسليماني حتى 1929